لكم من جديد. إيران شريك استراتيجي لروسيا في الشرق الأوسط، هذا ما قاله وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو خلال مباحثات أجراها في طهران مع عدد من المسؤولين الإيرانيين. هذا وشدد شويغو على أن العلاقات بين روسيا وإيران وصلت إلى مستوى جديد، ذلك على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لكل هذه العلاقات. ويأتي هذا التعاون في وقت أعلنت به الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة استهدفت العديد من الأفراد في إيران وروسيا والصين وكذلك تركيا بسبب ارتباطهم بتطوير طهران للطائرات المسيرة والحربية. إذن كيف يقرأ تعزيز التعاون الإيراني الروسي في هذه المرحلة؟ وكيف تنظر واشنطن إلى هذا التعاون؟ نتابع بعد التقرير. وأعدوا ما استطعتم من قوة، هذه العبارة التي برزت في معرض جولة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو للاطلاع على المسيرات والصواريخ الإيرانية المتطورة خلال زيارته إلى طهران. قوة أعدت إليها إيران حتى باتت تسعى إليها روسيا المنهمكة في الحرب الأوكرانية لتعزيز العلاقات العسكرية، علاقات وصفها شويغو بأنها ترتقي إلى مستوى جديد باعتباره أن إيران شريك مهم واستراتيجي لروسيا في الشرق الأوسط وأنها في خندق واحد إلى جانب موسكو في مواجهة الأعداء ذاتهم وفق تعبيره. أما النظير محمد رضا شتياني شدد على أهمية التعاون الدفاعي العسكري بين البلدين وأن أي تعاون يهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والنظام الدولي على حد تعبيره. زيارة شويغو تعتبر محطة مهمة في التعاون العسكري بين البلدين في وقت تواجه إيران اتهامات بتزويد روسيا بمسيرات تستخدم في الهجوم على أوكرانيا، ذاتها المسيرات التي فرضت واشنطن بسببها عقوبات ضد أطراف في روسيا وتركيا والصين، ما تنفيه إيران قطعا عارضة وساطتها لإنهاء الحرب. إن وصول شويغو إلى طهران بعد يومين من إتمام صفقة تبادل أسرى بين إيران وأمريكا سمحت في إطارها الأخيرة بالإفراج عن مليارات الدولارات لصالح الجمهورية الإسلامية كانت مجمدة في كوريا، تعكس متانة العلاقة الروسية الإيرانية، علاقة تقلق المنظومة الغربية التي استنزفها دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. ونقاش هذا الملف ينضم إلي هنا في الأستاذ دكتور حسن مرهجي الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أهلا بك. وأرحب مجددا بدكتور نصير العمري المحلل السياسي من نيويورك ومن موسكو المحلل السياسي الأستاذ يفغيني سيدروف، أهلا بكم جميعا. ودعوني أن أبدأ هذا النقاش معك أستاذ يفغيني. أستاذ يفغيني، ما الهدف من هذه الزيارة وما هي الرسائل الموجهة من خلالها، خاصة وأن وزير الدفاع الروسي أكد أن إيران هي الشريكة الاستراتيجية لروسيا في المنطقة في الشرق الأوسط؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفيك الكريمين. أعتقد بأن الهدف من هذه الزيارة واضح تماما، رغم أنها طبعا ربما تم إكمالها بموضوع آخر ساعة كما يقال، وهو اندلاع صراع عسكري بين أرمينيا وأذربيجان. معروف أن إيران طبعا كانت دائما تقف موقفا نوعا ما مواليا لأرمينيا في هذا الصراع، رغم أنها لم تنكر ضرورة تسوية هذا الصراع بطرق وعن طريق الحوار في حالة إذا ما استمرت هذه الاشتباكات. والقصف الأذربيجاني لمنطقة ناغورنو كاراباخ كان يمكن أن يؤدي الأمر إلى مواجهة إقليمية، ليس فقط مواجهة بين هذين البلدين، وإنما كان يمكن أن تدخل في هذا الصراع تركيا من جهة وإيران من جهة أخرى. ولا شك أن وزير الدفاع سيرجي شويغو كان طبعا قد ناقش ربما هذا الموضوع، هذا الملف رغم احتواء هذا الصراع الآن. ربما يبدو أن الوضع لم يتم تسويته بشكل كامل، وبالتالي يعني لا أعتقد بأن هذا الموضوع لم يكن له أهمية في أجندة المفاوضات. بالنسبة للأمور الرئيسية المدرجة على جدول أعمال هذا اللقاء،
وزيارات وجولات وزير الدفاع الروسي. معروف أن روسيا الآن تتحدى للدول الغربية، وبالتالي هي تريد أن تستعرض للغرب الجماعي كما يعني يسمى هنا في روسيا، بأنها لا تبالي بأي عقوبات سواء مفروضة عليها أو مفروضة على حلفائها، وهي عازمة كل العزم على توطيد التعاون العسكري مع إيران في شتى المجالات. طبعا روسيا لا تكشف عن مضمون أو محتوى ما دار في أثناء هذه المباحثات، ولكن واضح برأي الخبراء العسكريين في موسكو بأن روسيا بطبيعة الحال تهتم ببعض أنواع الأسلحة والذخائر الإيرانية، وربما يدور الحديث بعد قليل. نعم أستاذ يفغاني، ابقى معي لو سمح، سنتوسع بهذا بعد قليل. دكتور حسن، لتحدثنا عن أهمية هذا التعاون الذي وصل إلى مستوى جديد كما ذكر وزير الدفاع الروسي بالنسبة للجانب الإيراني في هذه المرحلة. طبعا لا شك أنه مثل هذا التعاون ما بين البلدين الآن وبشكل علني وعلى هذا المستوى، يعني هذا مؤشر كبير جدا بالنسبة لدول الغرب والتي تعادي يعني في آن واحد روسيا وإيران. وأيضا يعني ما ذكره الضيف من موسكو بالنسبة لأذربيجان وأرمينيا هي امتداد لمعركة أوكرانيا، أو ما يراد من هذا المواجهة أن تكون أيضا منطقة أذربيجان وأرمينيا امتداد لما يحصل في أوكرانيا. يعني قبل إخماد الحرب في أوكرانيا هم يريدون أن تمتد هذه المعارك إلى منطقة أخرى، وخاصة أنه هم حلفاء يعني من يدعمون كل الأطراف، وبالتالي أن يتنازعوا الأطراف فيما بينهم هذا أمر يخدم المصلحة الغرب، والروسي لا يريد مثل هذه الأمور أن تحصل ويحل أي حل هذه المشكلة بطريقة سلمية. أما الأهم في هذا الموضوع هو الاتفاق العسكري والاستراتيجي كما صرح وزير الدفاع الروسي وأيضا الإيراني. نحن نعرف أنه الشهر القادم تنتهي العقوبات الأممية على إيران من شراء السلاح، وإيران قد طلبت من روسيا السخوي 35 الطائرات الحربية، ولربما بعض المعدات أيضا التي تستطيع إيران يعني تصنع لصناعتها لربما العسكرية وذلك، وأيضا لربما روسيا هناك احتياجات لها لدى الجانب الإيراني، وبالتالي هذا التعاون العسكري هي قوة في ظل التحالفات التغيرات التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط وكل المحاور بالنسبة للمحاور العسكرية أيضا واندلاعات والتطورات التي تحصل. نحن نعرف أن الأمريكي والغرب ما زال يعني يده يعني متواجدة في العراق وفي سوريا وفي أيضا الحدود الإيرانية، ودعمه للأكراد الانفصاليين وإلى ما هناك. يعني هو ليس حتى ما يحصل الآن بين اليمن والسعودية هو غير راضي عن هذا الموضوع، وبالتالي إن لابد أن تكون هناك قوة عسكرية كبيرة بالإضافة طبعا إلى الشريك الاستراتيجي لكل الطرفين لموسكو وطهران، وهو الصيني أيضا المتواجد أيضا في ضمن هذا التحالف، ولكن هو الآن ليس في صدد المواجهات العسكرية كما يحصل مع موسكو وطهران والتهديدات التي دائما تطلق من الولايات المتحدة بالنسبة للنووي الإيراني، رغم أنه هناك رغبة حقيقية للولايات المتحدة أن تفتح هذا الملف من جديد، ولكن هناك بعض الحلفاء ما لا يريد ذلك، وأيضا الاتحاد الأوروبي المستمر في العقوبات بشكل غبي جدا بالنسبة لموسكو وطهران، رغم أنه كان هناك تصريح واضح من وزير الدفاع الروسي بأنه كل هذه العقوبات على مدار 43 عام أو 44 عام الآن على طهران يعني لم تأتي بأي فائدة، إلا العكس كان هو ما حصل من تطور وتكنولوجيا نووية بالنسبة لإيران. نعم، وبهذه النقطة دكتور نصير، يعني رغم كل محاولات الولايات المتحدة في محاربة هذا المحور، نرى أن التعاون يزداد ويرتقي إلى مستوى جديد، كيف تنظر واشنطن إلى كل هذا التعاون؟ يعني واشنطن تنظر، تحية لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين، واشنطن تنظر إلى تحالف يعني يتهاوى عندما تحتاج دولة بحجم روسيا إلى أسلحة خردة كوريا وخردة إيران، رغم أنها يعني دولة
من يعني تفتخر بصناعاتها العسكرية، فهذا يعني من يعني غريب، وأظن بأن الشعب الروسي ينظر إلى ذلك باستغراب. فيما يتعلق بهذا بالوضع في روسيا، هذه الدولة اليوم تتعرض لهجوم في الداخل بعد أن فشلت كامل أهدافها التي وضعها السيد بوتين للعملية العسكرية، واليوم تقصف شبه جزيرة القرم بشكل دائم، تقصف روسيا. وبالنسبة للصيني، الصيني يقف على الحياد، والصيني وضعه متدهور في الداخل. وأما إيران فحدث ولا حرج، يعني وضعها في الداخل، هناك مظاهرات ضد النظام، وهذا النظام في الحقيقة يعني يفقر شعبه، والشعب الإيراني يتضور جوعا، والدمار تنشر في كل مكان. الشعب السوري يتضور جوعا، الشعب العراقي يتضور جوعا، كل مكان دخلته إيران الشعوب تتضور جوعا. ولكن نعم، أنا أتفق مع الضيف أن الخطط النووية وغير ذلك التي يعني يقولون بأنهم يصنعون قنبلة نووية، هو في الحقيقة هم مستمرون بذلك، ولكن لابتزاز الغرب. والآن قطر وعمان يعملان من وراء الكواليس، لأنه الإيراني يريد رفع العقوبات ويجلس إلى طاولة المفاوضات، وبذلك تكون إيران وروسيا لم يحققا أي شيء لشعوبهما، حيث أنهما يعني هذه الشعوب الآن في تراجع، تتضور جوعا، اقتصاد روسيا الآن يتدهور. ففي الحقيقة الأمريكي يعني يتعامل مع هذه الأنظمة بحنكة ويدمرها، أو هي تدمر نفسها في الحقيقة. ونرى يعني الوضع يعني من المخزي أن موسكو تتعرض للقصف، ولا نجد غير على يعني على النمط الإيراني هيهات من الذلة، بينما يتم جلدهم يعني ليل نهار. وهذا شيء غريب، يعني أن يقول الضيفان بأنهما ينتصران وغير ذلك. أستاذ إفغاني، قبل أن تعقب إن أردت على ما طرح هنا، يعني هذه الزيارة تأتي بعد الصفقة التي تمت قبل يومين بين واشنطن وبين إيران، هل هناك بالفعل خشية روسية من أن تصل ربما إيران والولايات المتحدة إلى تفاهمات أخرى بالإضافة إلى هذه الصفقة التي تمت؟ طبعا، لدى روسيا ربما مثل هذه المخاوف كما تفضلت، وهذا أمر منطقي تماما، لأن روسيا بطبيعة الحال حذرة جدا من احتمال أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران، وربما ما يمكن أن يأتي في أعقاب ذلك من تطبيع نسبي حتى لعلاقات طهران مع بعض الدول الغربية. فروسيا بطبيعة الحال هنا تخشى من أن تفقد حليفه وصديقه، وبالتالي هي تحاول الآن كما أعتقد، بالإضافة إلى هذه الجهود المبذولة على صعيد التعاون العسكري، أن تكملها وتستكملها بجهود أخرى على الصعيد الدبلوماسي، بمعنى أنها تريد أن توسع دائرة أو مجموعة أصدقائها. بالإضافة إلى إيران، روسيا طبعا تشجع أي خطوة، وهي ربما تسهم في ذلك فيما يتعلق بتطبيع العلاقات بين إيران والعالم العربي، لا سيما طبعا دول الخليج. وهذا يعني أن روسيا تنسق هذا الموضوع أيضا مع الصين، وهناك حديث عن إمكانية إنشاء تحالف حقيقي يضم كل من موسكو وطهران وبكين. هذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن يقلق الدول الغربية التي ما زالت يعني لم تفقد حتى الآن الأمل في إمكانية ربما إحداث بعض انشقاقات أو انقسامات فيما يتعلق في العلاقات بين روسيا والصين، ونفس الشيء ينطبق أيضا على العلاقات الروسية الإيرانية. دكتور حسن، ألا تعتقد أن التأكيد على استمرار هذا التعاون وازدياد هذا التعاون، ألا تعتقد أنه يمكن لربما أن يضر في مصلحة إيران، خاصة وأن بدأنا نرى أي خطوات من قبل واشنطن بعد هذه الصفقة؟
يعني طالما موجود هناك الشيطان الأكبر التي هي الولايات المتحدة الأمريكية، على الحلفاء أن يكونوا حذرين مثل هذا الشيطان المتواجد دائما لخراب البيوت وتدمير الشعوب وتجويع الأطفال، إذا كان في سوريا والعراق وحتى في لبنان واليمن وغيره، لأنه هذا الشعب يعني عايش على دماء الشعوب الضعيفة والتي أينما حل الخراب مع هذه الدولة الأمريكية. ولذلك يعني هناك حذر كبير تأخذه موسكو وتأخذه أيضا طهران، ولكن الجانب الإيراني وأيضا موسكو يعون جيدا أنه هذه الانتصارات وهذا الصمود من قبل الدولتين وأيضا الصمود الإيراني الذي يعلم الروسي أيضا الآن كيف يصمد في ظل هذه العقوبات وأن يفتح له مجالات وأسواق غير ما كانت معتاد عليها، وأن الغرب هو حليف خائن ولا نستطيع أن نعتمد عليه كدول. لكن إيران تطمح في رفع جميع العقوبات عنها في إيران. إيران دعنا نقول هذا، إيران لا تطمح في رفع العقوبات لأن العقوبات هذه هشة ولا معنى لها، والدلائل على الأرض ما يحصل الآن في إيران من هذا التطور التكنولوجي والثقافي والصناعي والمختبرات وكل ما يحصل في إيران من تكنولوجيات نووية وغيرها وباليستية وكل هذه الصناعات الإيرانية، هذا لا يدل على أن هذه الدولة كانت في حصار. أين هو يذهب النفط الإيراني على سبيل المثال؟ هناك استثمارات صينية في إيران، هناك استثمارات أيضا لدول أخرى موجودة في إيران، وإيران تزدهر والآن أيضا تحصل على أموالها المجمدة وأيضا تبادل أسرى من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني خضعت الولايات المتحدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتالي تبادلت معها من الأسرى، وأيضا أعطت هدية اللي هي ما يعادل أكثر من 6 مليار دولار التي وصلت إلى البنوك الإيرانية قبل أن يستلموا رهائنهم. إذن إيران في هذا المجال ما تريده إيران حقيقة هي فك سرقة هذه الأموال المجمدة المتواجدة لدى الأوروبيين ولدى الولايات المتحدة الأمريكية وبنوك أخرى، وهم يستغلونها كاستثمارات، ولكن هذه الأموال التي نهبت من إيران وسرقت وجمدت لدى هذه الدول، ما تريده إيران فقط فك الحصار أو عن هذه الأموال، ولكن باقي عقوباتهم لم تؤثر. إيران تعرف كيف أو مرت المرحلة التي يعني بات مؤثرا عليها مثل هذا الحصار، واليد الأمريكي دائما هي ترسل فصائلها الكردية، تحاول تهريب الأسرى، تحاول تأجيج المظاهرات في الداخل الإيراني وتدعي بأنها تجوع وتجوع، ولكن نحن لا نرى أنه كل ما تدعيه الولايات المتحدة هو يحصل. وبنفس الوقت الآن الولايات المتحدة هي التي تتآكل من الداخل والانهيارات والعنصرية والديون التي موجودة، ورأينا كيف يعني تضب أذنابها وتعود إلى الولايات المتحدة. هذا التحالف بين روسيا وطهران والصين أيضا هي القوة والمواجهة، وهي الأقطاب المتعددة التي يصبو إليها ليس فقط هذه الأقطاب، إنما هناك دول عديدة الآن. نلاحظ ما يحصل في أفريقيا، إنه الخروج من تحت هذه العباءة الغربية التي أكلتهم. يعني لاحظ فرنسا ما فعلت في النيجير، أخذت كل الذهب وكل الألماس وكل اليورانيوم، وما فعلته الولايات المتحدة من سرقة النحاس وغيرها من أفغانستان، والآن تسرق النفط من سوريا وتسرق الحبوب القمح من سوريا وتسرق الغاز من سوريا. هذه هي المافيات والنهب المعتاد عليه هذه الدول. الآن هناك شعوب حقيقية تريد أن تتحرر من كل هذا، ويعني خيراتها تعود لشعوبها وليس كما يحصل الآن الأمريكي يعيش حساب الأفريقي وابن الشرق الأوسط وأيضا الحلفاء الغربيين. لذلك هذه الوحدة هي مصدر القوة الحقيقي لإيران وروسيا، وإيران لن تخل، لأن إيران كان لها عرض أنه في حرب موسكو على أوكرانيا كان هناك عرض لإيران باتفاق نووي بحل كل الجمود الأموال المجمدة، أعطاها لإيران شرط أن تتخلى عن موقفها اتجاه موسكو ودعمها لموسكو، ورفضت إيران. إذن هذا الحليف يستطيع الروسي أن يثق به، والإيراني يستطيع أن يثق في الروسي أيضا. أما الأمريكي حتى أمضاه على أي اتفاق. أريد أن أقول نقطة هامة ذكرتها يعني دكتور حسن إلى دكتور نصير، قبل أن أطرح خيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية، هل يمكن القول أن بالفعل الإدارة الأمريكية رضخت لإيران فيما يتعلق بصفقة الأسرى، تبادل الأسرى؟
لا أعتقد ذلك. يعني أولا هذه الأموال هي أموال للشعب الإيراني، والولايات المتحدة سترصد عكس ما يقول الضيف، سترصد هذه الأموال في بنوك قطرية، ويتم شراء الدواء والطعام وإرساله لإيران. وهذا قمة المهانة أن تصبح قطر يعني هي من تنفق، كأنها يعني أطفال تنفق عليهم، ولا يوجد أموال ستذهب لشراء السلاح وغير ذلك. فيما يتعلق بأمريكا، أمريكا لا تنهار من الداخل، أمريكا وضعها الاقتصادي في تقدم. وفيما يتعلق بإيران، هي تريد عكس ما يقول الضيف الكريم، هم يعني يقولون ويصرحون بطريقة رسمية بأنهم يريدون إلى العودة إلى الاتفاقية النووية. وربما لا يعلم الضيف بأن قطر الآن تحاول أن تقرب وجهات النظر، وهناك فعلا محادثات بين الولايات المتحدة غير مباشرة وبين إيران من أجل العودة إلى الاتفاقية النووية. وما يتحدث عنه الضيف الكريم من أن هناك يعني الولايات المتحدة تسرق وتنهب، في الحقيقة من يسرق وينهب هو الحرس الثوري الإيراني الذي ينهب الشعب الإيراني ويتاجر بدماء الإيرانيين. وإيران تشتري طبعا من اشترت سوريا تقريبا، أو تم إعطائها كامل سوريا من موانئ ومن مصادر من أجل الإبقاء على النظام. أما لبنان فحدث ولا حرج، فهم يتضورون جوعا بسبب إلغاء إيران للدولة اللبنانية والهيمنة عليها. فكما قلت يعني أينما تذهب إيران تجد الدمار، بينما أينما تذهب الولايات المتحدة سواء في دول الخليج أو في آسيا ترى ديمقراطيات تلتف حولها، وترى دول في نمو، دول الخليج ديمقراطية. نعم دكتور حسن، لو سمحت دكتور، في نمو وتقدم. بشرفك انت مقتنع انت بهذا؟ طيب دكتور نعم لو سمحت دكتور حسن، لا يتدخل عليك كثيرا الوقت، انهار الحلف الشرقي. ولكن ما خيارات المطروحه امام الاداره الامريكيه في ظل استمرار هذا التعاون الذي لربما سيترجم في الحرب الدائره في اوكرانيا او في مناطق اخرى في ازمات اخرى؟ نعم يعني هو خطير في الحقيقة. عندما يزور المجرم رئيس كوريا الشمالية الذي يستعبد شعبه، عندما يزور روسيا دولة كانت محترمة يوم من الأيام، ويتم إطلاعه على أسلحة نووية، مفهوم بأن الروسي يريد أن يقول بأنه سيستخدم هذه الأنظمة المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران من أجل تهديد الغرب. وهناك يعني يلعب، هو بوتين يلعب بالإيراني والكوري، يريد أن يرسل رسالة من خلالهما بأنه بإمكاني أن أسلح هذه الدول بالأسلحة النووية كما أنكم تسلحون أوكرانيا. وهذه رسالة خطيرة وصلت إلى الغرب، ويظن البعض بأن الإيراني ينتصر بينما يعبث بوتين ويحسن شروط التفاوض على حساب الكوري والإيراني الذين يسارعون للخروج من يعني الظلمة الدولية والعزلة الدولية. بوتين يعبث بهم من أجل تحسين شروط المفاوضات التي ربما تبدأ قريبا. أستاذ إفغاني، هذا التعاون المستمر كيف سينعكس أو يترجم برأيك في الحرب الدائرة في أوكرانيا، خاصة وأننا نعلم أن روسيا اعتمدت كثيرا على المسيرات الإيرانية في هذه الحرب؟ نعم، معروف للجميع هنا طبعا أن إيران زودت روسيا بعدد من المسيرات، ولكن كما قال في حينه وزير الخارجية الإيراني لاهيان عبد الله لاهيان، قال إنه هذه المسيرات تم تزويد روسيا بها قبل اندلاع هذه العملية العسكرية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وبكميات محدودة. روسيا أيضا لم تعلق على هذه الأنباء أو الأنباء التي تفيد بأن مسيرات إيرانية تستخدم على نطاق واسع، وبأن هناك دلائل عديدة من صور الفيديو ومظاهر فيديو إلى آخره تنم عن استخدام هذه المسيرات في أوكرانيا. بالرغم من ذلك أعتقد بأن روسيا سوف تستمر
في التعاون العسكري وربما بمعدلات أوسع مما هي عليه الآن، ولكن هذا لا يعني أن روسيا مستعدة مثلا لنقل التكنولوجيا الحديثة سواء إلى إيران أو إلى كوريا كما قال ضيفكم. ربما هذا الأمر يعني بشكل نسبي صحيح، إنه كوريا تريد أن تحصل من روسيا وربما من بلدان أخرى على أحدث نماذج للتقنيات الحديثة لكي لا تتخلف كثيرا عن بقية دول العالم، لأنها بالفعل دولة معزولة ودولة مارقة وإلى آخره. ولكن بما أن روسيا الآن بحاجة إلى المزيد من الأسلحة ولا سيما الذخائر التي تستخدم بربما مئات الآلاف يوميا، فهذا يعني أنها سوف تستخدم كل القنوات لزيادة ترسانتها من هذه الأنواع من الذخائر والأسلحة. دكتور حسن، تريد التعقيب بجملة لو سمحت؟ نعم، باعتقادي أنا إيران ذات جذور وعراقة، وأيضا موسكو الاتحاد السوفيتي أيضا كذلك ذات عراقة وجذور، وليس كالولايات المتحدة لقيطة ومبندقة هذه الدولة التي المارقة. وأيضا يعني ما يضحك في كلام ضيفي كل هذا الهوس، ولذلك أنا باعتقادي هناك هذه اللقائط والبندقة هي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور نصير العمر المحلل السياسي من نيويورك، والأستاذ إفغيني سيدروف المحلل السياسي من موسكو، شكرا جزيلا لكم. وبهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذا المساء، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.